اخوان كي دايرين بخير لاباس عليكم. شحال من واحد سولني على هاد الفويون ديال الزيت كيبقى شاعل، انا حيدت ليه الفيش هنا كيبقى يشعل بالاورانج، كيبقى يكليونطي بالاورانج. انا غادي نوريكم مناش وكيطفى صافي كديمار الطوموبيل نورمال، غير كدور كونتاك كيبقى طالع بالاورانج بحال الشكل بحال هكا. بالنسبه للاخوان فاش كندوزو الدياغنوستيك، هذا هو الكود اللي كيعطينا. هاد الكود راه عنده علاقه بهذا الكابتور هذا اللي غادي نهضروا عليه ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا الاخوان خدينا واحد القريعه صغيره درنا فيها الزيت، جبدنا داك المانو عندنا من التحت، دابا غادي نشوفوا داك البويون واش غادي يطفى ولا غادي يبقى. بسم الله. دونك هنا داك الفويو اللي كان عندنا هو طفى بقى شاعل. غير السامبول ديال الباب هذا ديال الشيفور اللي محلول. هنا الاخوان ملي كيطلع عندنا داك الفويو ديال الزيت، يا اما كيكون من هذا الكابتور اللي كاين في الكارطير لتحت، يا اما من الكابلاج. انا دابا طلعت هذا الكابل حتى الفوق، يا اما من هذا الكابلاج هذا. يحاول الانسان يفيريفي، راه كاينين فيه تقريبا شحال من خيط، ثلاثه هاد الخيوط اللي كاينين فيه هما اللي كاينين هنا، ثلاثه باش يبان لكم مزيان. المهم يا اما من هاد الكابتور، يا اما من الكابلاج، هادشي اللي كاين الاخوان. هنا كما كتشوفوا انا لصق داك الفيش في بلاصتو، دونك مابقاش عندنا داك الفويو، ديماري نورمال.